والله يدعو إلى دار السلام، والله يدعو إلى دار السلام، ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الآية حلوة، بس أنا هقول لك بصراحة أنا وصلت لمرحلة إن أنا خلاص عارف ومتأكد إني ما ينفعش أتوب، ومش بكلمك في كده بعد محاولة ولا محاولتين أو يوم ولا شهر ولا حاجة، أنا طول حياتي كده أصلا، يعني على مدار السنين وأنا بحاول المحاولة دي وأتوب وأفشل وأرجع أسوأ من الأول. ففهمت كده وبقيت متأكد خلاص إن أنا بالنسبة لي ماليش توبة، هو أنا خلاص هو كده بالنسبة لي فل قوي كده الحمد لله. طب مش هينفع توب ليه كل ده؟ والله يريد أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هو المشكلة في السنين، أنا مش بكلمك بزي ما بقولك في يوم ولا يومين، أنا بقالي سنين كتير كمية غلطات بشعة، مش غلطة ولا غلطتين، فأنا نسيتها أصلا من كترها. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. عارف زمان وأنا صغير شوية كان بالنسبة لي مثلا في غلطة بقول الغلطة دي لو اتصلحت أنا هبقى تمام ومش عايز اي حاجة تانية وانا كده هبقى زي الفل. دلوقتي ما بقاش كده، دلوقتي بقى كل حاجة غلط، كل حاجة بايظة. انا مش بكلمك في حاجة، انا مش عايز اتوب من حاجة، فهمني، انا كل حاجة بايظة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. انا فاهم والله، بس هي الفكرة كلها اصلا ان انا في مرحلة دلوقتي انا مبقتش عارف اتغير، يعني فكرة التغيير نفسها بعد سنين كتير من العيشة بشكل معين انت بتبقاش قادر عليه، مش عارف اتغير. شوف هو الحل عندي انا، بس هتعالى يقول: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. أنا مش فاهم قصة حتى يغيروا ما بأنفسهم دي، اللي هو أنا أعمل إيه؟ ما أنا برضو يعني أبدأ إزاي؟ طيب إجابتك في القرآن برضو: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بتكلمني تاني برضو في نفس الحتة اللي هو استغفار وتوبة وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ما هو ده. بص انت مش فاهم، فخلاص انا بالنسبة لي يعني هأجل تفكير شوية في القصة دي، يعني الموضوع ده ما تشغلش بالك بيه دلوقتي. هتأجل؟ وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. ربنا سبحانه وتعالى يقول في
سورة آل عمران. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أيوة والله، بص، وجنة دي أهي، أنا نفسي في الجنة دي.